السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سمر العربي. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض غدوة سهلة كده او عشوة سهلة. انا كان عندي مشروم وعندي 2 برجر، فقلت اعمل بيهم صينية جلاش وتبقى عشوة خفيفة كده وسريعة او غدوة. يلا بينا نقول المقادير. انا معايا 1 كوباية من المشروم، ومعايا بصل وفلفل، وهحتاج بيض، وهحتاج 1 كوباية لبن عشان اعمل بيهم احط عليهم الجلاش في الاخر. اول حاجه هنجيب الطاسه بتاعتنا او صينيه، الحاجه اللي هتعملي فيها المشروب، وهنحط فيها الزيت، وهننزل بالبصل والفلفل بتاعنا، نديله تشويحه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنشوح يا بنات البصل والفلفل في معلقة الزيت كده، انا يدوبك عايزاهم بس يتبلوا، احنا مش عايزين نحمره كده. يا بنات بعد ما دبلوا هننزل انا نزلت حتتين البرجر اللي كانوا عندي، قطعتهم تقطيع صغير. البرجر ده هيدي طعم مع المشروم. انا كنت ناوي اعملها بالمشروم بس، فلما لقيته عندي في الفريزر قمت مطلعهم، قلت اعمله معاهم. طبعا عشان دي لحمه فهديها الاول تسويه الاول لوحدها، وبعدين انزل المشروم عليها، لان المشروم ما بيحتاجش حاجه كتير على النار. كده يا بنات بعد ما اللحمه بتاعتنا استوت مع البصلة والفلفل، هننزل بكوباية المشروم بتاعتنا، وهننزل بشوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو يا بنات انا كده بحط الملح بتاعي وبحط الفلفل الاسود، واحط بهارات مشكله من عندي، احط 1/4 معلقه، وفلفل الاسود اهو نزلت بيه، والملح ظبطي ملحك زي ما انت عايزه. وهندي تقليبه وهنقفل عليه على طول، ما بياخدش وقت. هنجيب الصينيه بتاعتنا، انا جبت صينيه مفروده من عندي ودهنتها بالزيت، وهبدا افرد بقى الورق بتاعي. الجلاش يا بنات لو هتبقى من الفريزر عندك زي ما انا مطلعاه من الفريزر، لازم تسيبيه على الاقل شويه عشان يبقى مفرود معاكي ويكون سايح. انا مطلعه واحده وبتنيها نصين، انا بعمل الواحده على نصين عشان اعمل بسرعه. اللفة دي طلعت معايا يعني مفرولة شوية، مش طازة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هحاول بقى ارص الجلاش بتاعي كويس، وبعد واحدة وواحدة هدهن زيت، وحاجة بسيطة يعني دهنة خفيفة كده خالص من الزيت وانتي بتدهني الجلاش، لان هو مش لحمة، مش حلويات. سوري، الحلويات هي اللي بتحتاج تدهن دسم كتير، دي عشان هتتحشي وهتبقى حاجة حادقة، فمش لازم يعني مش لازم تدهني زيت كتير، حاجة كده بس بسيطة. وكده بعد ما دهنت الطبقات بتاعتي نصها، حطيت الحشوة بتاعتي في النص، وهبدأ احط بقية
الجلاش بتاعي الجزء النص التاني على الحشوة. تاخدش منك وقت، يا دوبك بس هترصيها وتحطيها في الفرن، تعملي جنبها طبق سلطة او مخلل، حاجة سهلة كده وسريعة في الغدا في العشاء. الجو حر طبعا ومحدش بيحب يقف في المطبخ كتير، فدي حاجة سهلة وسريعة مش تاخد منك وقت. انا كده بقى بحاول اخر كام واحدة بعملها بالطول عشان اقفل الجلاش من كل الجوانب. انا مش عاملاها عالية قوي يا بنات، حاطة طبقات مش كتير في الجلاش. هخلص الطبقات بتاعتي يا بنات وارجع لكم تاني. كده يا بنات بعد ما خلصت الطبقات وقطعتها، معلش ما لحقتش اتصور معاكم الخطوه دي، هجيب بيضه واحط عليها رشه فلفل اسود وهنزل بكوبايه لبن. هتدوبي اللبن مع البيض كويس وتبداي تنزلي بيهم على خليط على سريط الجلاش. بيطر الجلاش، وممكن لو انتي حابة تحطي ربع معلقة من البيكنج باودر تنفش الجلاش، بس انا عشان ما حبيتش ان انا احط بيكنج باودر فدي اختياري بالنسبة لك. تبدأي بقى كده تحطي كوباية بتوزعيها على الصينية كلها، وهتمسكي الصينية وتوزعي اللبن فيها كويس عشان يوصل لكل طبقات الجلاش. انا مولعه الفرن، هدخلها الفرن يا بنات بتاخد بالظبط ربع ساعه، وافتح عليها الشوايه تاخد لون كده. هي ما شاء الله بعد ما طلعت كانت جميله جدا وحاجه خفيفه وسريعه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في رعايه الله.